لا تزال تداعيات حريق مستشفى الحسين في الناصرية مستمرة إلى الآن. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الكثير من الفيديوهات، وآخرها فيديو مؤلم نشر على إنستغرام لشاب يبحث عن جثمان والدته وسط الركام. شاهدوا معي. الله يرحم جميع الشهداء ويصبر أهاليهم. عراقيا أيضا، ومنذ البارحة تصدر اسم الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي الترند في العراق بعد الإعلان عن إلقاء القبض على قتلة الهاشمي، حيث أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القبض على القتلة عبر تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر قال فيها: وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء. وأضاف أيضا: من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق